مشاهدينا على القناة أرحب بكم من جديد في وتم خاتمة صنع بعض الورود البلاستيكية اليابسة. العشاق الورود بإمكان كل شخص أن يضعه للتزيين. أن أقدم لكم التتمة فبعد تقطيع اللوحة الورقية وقد أقوم بلصقها بالسيلونسيون داخل أعلى الفاز، ثم أصنع معجون بغبار النجارة مع اللصاق الخشبي وأضعه على الفراغات، ثم آخذ أنبوب من الكرتون وأقطعه بالمنشار طرف مناسب لي وأضعه على الدائرة وسط اللوحة الورقية داخل الفاز، وأقوم بدهنها بالسيلونسيون ثم لصقها بعد ذلك ملء الفراغات بالمعجون وأتقن ذلك بكل متانة وأراقب الفراغات جيدا. Thank you.
ثم مشاهدين وصلت إلى نهاية الفيديو، أشكركم على المتابعة، فلا تنسون بالإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم أفضل جديدنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.